الاهداف في الكليه ان احنا نعمل تدريبات للطلبه بشكل مستمر. دايما المواد اللي بيكون فيها تدريب زي ماده طرق الصيد اللي بتديها الدكتوره علا كان من اساسيات الماده ان الطلبه تطلع تشوف على الطبيعه الصياد وهو بيصيد انواع الشباك انواع الحرف المختلفه مش بس الشبك اللي بيستخدمه الصياد لا الحرف المختلفه اللي بتستخدم وطرق المختلفه اللي بتستخدم في النيل لان احنا هنا النيل وبحيره ناصر ونفس الطرق اللي بتستخدم هنا هي نفس اللي بتستخدم في بحيره ناصر مع اختلاف لان طبعا بحيره ناصر فيها انواع مختلفه من الاسماك فليها طرق اخرى لكن هنا في النيل بنستخدم بس الترامل والصنار والجيل نت وطبعا ده كان جزء من التدريب وجزء من التدريبات الاخرى اللي بتاخدها طلبه في الكليه. في ظل اهتمام الدوله بالتنميه المستدامه وخطه الدوله ورؤيه الدوله 2030 الهدف ال14 من التنميه المستدامه هو الحفاظ على الحياه تحت الميه فبما ان الكليه اسمها كليه تكنولوجيا المصيد والاسماك والماده اللي معانا النهارده هي ماده تكنولوجيا طرق الصيد ومعداته فايمانا منا بخطه الدوله وخطه التنميه ودمج الشباب في سوق العمل عملنا تدريب جوه ماده طرق الصيد للشباب علشان يتعلموا الحرف المختلفة المستخدمة في نهر النيل سواء كانت الترامل نت أو البوتون جيل نت عشان يتعرفوا على أنواع الأسماك وعشان يعرفوا طرق الصيد المختلفة. أنا ياسين محمود محمد طالب في الفرقة الثانية في كلية تكنولوجيا المصيد والأستاذ عصام. النهارده رحنا تدريب تكنولوجيا طرق الصيد هنا في النيل فصاد وشفنا مع رمضان ترامل نت وشفنا أنواع الأسماك وجينا تدريب على المركب ولمعنا ترامل نت وفصلنا كويس. خالص احمد تكنولوجيا المصيد والاسماك فرقه ثانيه النهارده ان شاء الله نزلنا في اسوان وتعلمنا طرق الصيد وتعلمنا اتدربنا على مركب وتعلمنا الشبكه وتعلمنا حتى ازاي نلمها وازاي نركبها وعرفنا تركيبها من ايه واحجامها وارقامها وكده وكل شبكه بتصنع ايه. بسم الله الرحمن الرحيم انا فارس جمال فرقه ثانيه كليه مصيد الاسماك اسمه استاذ راعي المائي احنا النهارده في تدريب عن تكنولوجيا طرق الصيد ومن الاسماك اللي احنا شفناها احنا شفنا اسماك البولتي بولتي نيل وبولتي زيلي وفي سمك الشلبة وفي الأبنى. السلام عليكم أنا دعاء محسن تاني استزارة النهاردة نزلنا في الريم ميداني مع تبع المادة يعني بتاعتنا فتعلمنا الكامل نت بنصطاد بيها ازاي ان احنا بنلفها في النيل كده كلها وبعدين بنخبط على المية بالخشبة وبعدين بنرجع نلمها تاني وبكده تبقى اصطادت انواع شباك معينة على حسب حجم الفتحة اللي جواها. معاكم انا اسمي شروق صافي كلية تكنولوجيا مصيد الاسماك الفرقة التانية قسم استزارة مائي النهاردة نزلنا تدريب ميداني لتكنولوجيا طرق الصيد شفنا احجام الشبكة وشفنا ازاي ان انا عايزة اعرف لو فلوتنج او هتقل بيها الاسماك وشفنا انواع الاسماك وتدربنا على المركب وشفنا ازاي اجيب الاسماك وضربنا بيها وجبنا الاسماك. السلام عليكم انا احمد الفرقه الثانيه تكنولوجيا مصايد النهارده نزلنا غرض النيل مع تحت اشراف دكتور علاء ودكتور محمود اتعلمنا وشفنا شباك منها شبكه ترامل نت وشفنا التركيب بتاعها واخدنا قياساتها من الميش سايز كله شفنا برضو تركيب الشباك والفلوتنج والرصاص وفي من زمايلنا نزلوا من المركب واصطادوا وجربوا الطرق الصيد منها طريقه الدق ومنها برضو اللي رموا الشباك واللي لموا الشباك. معاكم زهراء سعد تقريبا الفرقه الثانيه تكنولوجيا مصيد واسماك النهارده نزلنا تدريب ميداني تبع ماده طرق صيد وتعرفنا ازاي الشباك شكلها عامل ازاي ترامل نت وعرفنا الميكانيزم بتاعها عامل ازاي ونزلنا بالمركب وعرفنا الميكانيزم ازاي بنرمي الشبكه في الميه وازاي بنرميها.